مش انت اعتقد امير، صح يا امير؟ ايه المواقف الصعبه اللي واجهتك؟ واكيد برضو التعامل مع المستشار مرتضى منصور، يعني الراجل ليه هيبه والناس بتقلق شويه منه لما انت طلبك اكتر من مره عشان اسلام وكلم اسلام. انا قابلت المستشار مرتضى في نادي الزمالك اوريدي، يعني بامانه ربنا بغض النظر عن اي حاجه ان اسلام في الاهلي او فين، المستشار مرتضى شخصيه محترمه، يعني تقعد معاه غير اللي تشوفه على الهواء او تشوفه بيتكلم خالص، يعني شخصيه محترمه طيب جدا. طيب جدا. يعني ساعات لما بتنرفز بس بيبقى يعني عصبي جدا. انت لو صريح معاه وكلمته بصراحه، هو بني ادم فوق الوصف، طيب جدا ومحترم جدا. هتلف بقى وتدور عليه هتلاقي واحد تاني خالص. بس فهو موضوع اسلام، انت قال لك ايه وقلت له ايه بالظبط؟ حكيت له التفاصيل كلها. هو كان عنده المستشار مرتضى في دماغه ان اسلام قعد مع الزمالك قبل الاهلي. انا قلت له لا، اسلام قعد مع الاهلي قبل الزمالك، قعد مع الكابتن سيد عبد الحفيظ ده من فترة بقى، من فترة كبيرة جدا. انا كلمت اسلام لما احنا كنا بنتكلم، فاكر انا وانت في التليفون هنا، وقلت ان سيد عبد الحفيظ كلمك في التليفون والكلام ده، وكان ناس برضو طلعت كدبتني وقالت لي لا وما حصلش، لكن فعلا كان كلمه وقابلنا كمان في جنب في كافيه كده جنب بيت الكابتن سيد، اتقابلنا في مدينة نصر. اتقابلنا فيه واتفقنا على كل حاجة. قال له اسلام احنا هنتابعك لحد ماتش الزمالك، كان باقي 10 ايام على ماتش الزمالك. ماتش الزمالك الثاني بتاع 4 دور الثاني. فجه اسلام الكابتن محمد شيحه كلم اسلام، قال له اسلام الزمالك، فاسلام كلمني قال لي يا كابتن اعمل ايه؟ قلت له برضه عشان ما ابقاش انا اضيع عليك فرصه، روح مع شيحه ما فيش مشكله واقعد واسمع، بس الاهلي عايزينك يعني ما تعملش اي حاجه غير لما تقول لي. فراح اسلام مع شيحه وقعدوا، قعد مع كابتن احمد. اسلام نفسه ما عجبوش ايه الكلام يوميها، يعني ما عجبوش الاتفاق او ما عجبوش حاجه، فقام ولا اكنه قعد. طلع ميدو يوم ماتش الزمالك ده، قال لك مفيش لعيب في المانيا يستاهل يلعب في نادي الزمالك، في نادي الزمالك تقيل عليه. حتى مش فاكر مين في برنامج ايه ساله، قال له حتى اسلام رشدي، قال له حتى اسلام رشدي. كان هنا عندنا كان استوديو تحليل ماتش الزمالك والمنيا، قال له حتى اسلام رشدي، قال له حتى اسلام رشدي. يوميها سيد كابتن سيد كلمني قال لي امير احنا هنخلص في اسلام، شوف نتقابل امتى. كان اياميها بقى المجلس الجديد نجح. فكلمني الحاج محمد ابواب وقعدنا واتفقنا كل حاجه مشيت اوكي. جينا المانيا، قامت بعت الاهلي بعت فاكس لنادي المانيا ان هو ياخد اسلام على 500,000 جنيه على قسطين. اتفقنا على المواعيد الاقساط وكل حاجه، فالاهلي مش هيطلع شيك غير لما يعمل كشف طبي على اسلام. فجينا عملنا كشف طبي، كان الاهلي بيعمل كشف طبي في مستشفى المعلمين قبل كده، المجلس الجديد قال لك لا نعمل كشف طبي في المركز الطبي العالمي. جينا اتاخرنا عشان المركز الطبي العالمي كان مفيش حجوزات للكشف. جينا اتاخرنا، تاني يوم ماتش الاسماعيلي كان معانا ميعاد الكشف بتاعنا بقى. اللي هو المنيا والاسماعيلي. المنيا والاسماعيلي. جه اسلام طبعا، قلت له حتى قبل الماتش بنص ساعه كلمت الكابتن ابراهيم سيدي قلت له عشان خاطري ما يلعبش. الواد عنده كشف طبي بكره، يا ريت ما يلعبش. عشان ما يتعورش عشان ولا حاجه. كنت خايف يتعور بقى واحد. واحد ده جاب جون اهو. خرج الاسماعيلي من القصه. انا بامانه كوكيل انا كنت خايف، قلت له لا بلاش يلعب. كلمت كان معايا محمد عواد، انا خلي بالك، وقال لي انا امبارح كان ضيفي محمد عواد وقال لي ما توقعتش ان اسلام يشوط من الحته دي. فهو يوميها ما شاء الله عمل ماتش كويس. لقيت شيحه بيكلمني قال لي امير الزمالك، قلت له شيحه انا خلصت، انا خلصنا كل حاجه. كلمني المستشار مرتضى منصور، قلت له يا ست المستشار انا قعدت معاكم في لعيب تاني، انا بحترم كلامي، قعدت معاكم في لعيب تاني، لعيب تاني لو مين دخل فيه مش هتكلم فيه، مش هخلي حد تاني يدخل فيه. لكن اسلام انا قعدنا واتفقنا وكل حاجه وهي رغبته.